مرحبا 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 مرحبا. السنة كانت لطيفة، صعبة كتير، بس كانت فيها يعني أشياء حلوة. صعوبتها كانت لطيفة يعني. فيها بلشت أول تجربة عمل حقيقي بحياتي، بالإضافة لدراستي مكانها غير عندي. هاي السنة كتير قريبة لقلبي وكتير كانت لطيفة. كل شيء فيها كان حلو الصراحة، أو يمكن أنا بس بحب أتذكر المنيح فيها. الحلو إنه لو مهما كان في تعب وضغط ما ببين فينا. أكتر إشي بخليني أنبسط إنه كل ما ماله عم بزيد دعم المرأة والافتخار بإنجازاتها. كانت سنة صعبة بس مليانة إنجازات. رغم كل المشاكل اللي صارت كانت من أحلى السنين بحياتي. من أول يوم فيها كانت مليانة تحديات، علمتني كتير. يمكن أكتر سنة بتعني لي لأنه كانت مليانة إنجازات من الناحية العملية. أوف شو كانت صعبة، بس يمكن أكتر سنة قريبة من قلبي رغم كل إشي. بكفينا الاهتمام اللي بيقدم المجتمع للمرأة. خسرت فيها كتير أشياء وناس بس علمتني أضعاف، لهيك ممنونة إلها. إذا بدنا نحكي عن التحمل والتعب فإحنا كتير منتحمل وكتير منتعب، بس مع هيك مبسوطة كتير من إنجازاتي. ومن فريق حقوقي ومن منتدى خدمة السلام المدني، إياكي أن تنسي أنك امرأة قوية. كل عام وأنتن بكل خير. سلام. شوفوا بس تنقلي. شوي شوي.